تهيئة طرقات جديدة وبنوعية رفيعة ميزت الفضاء الذي شكلته 235 وحدة سكنية التي وزعت على المواطنين الذين دخلوا شققهم الجديدة في أجواء غمرتها الفرحة. نشكر السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية على المجهودات اللي راه قايمة بها في مجال السكن. هذه مدة 18 سنة وحنا مغبونين وربي راه فرج علينا. الحمد لله ربي وفقنا وسكننا والعقبه اللي ما داوش ان شاء الله. خويا الشعور لا يوصف، رانا ميتين بالفرحه بورتو. هذه عامين وحنا نتسناو. ولا هذه شحال من عام وحنا في الغبينه، ما كاش كوزينه، ما كاش، الحمد لله ربي يفرج. الجانب البيئي وتوفير مرافق تربويه من الضروريات التي تشكل الاحياء الجديده. هناك عمليات اخرى مماثله ستتلوها في القريب العاجل عبر كل بلديات الولايه التي استوفت كل الشروط. برنامج فيه ايضا توزيع حوالي 4000 سكن اخرى في المستقبل القريب، منهم في خلال هذا الشهر ان شاء الله 980 سكن على مستوى مدينة منصورة. كل هذا البرنامج يسمح طبعا ب يعني أخذ بعين الاعتبار احتياجات السكان فيما هذا المجال. وفي الأفق القريب توسيع في النسيج العمراني بولاية تلمسان التي ستواصل عملية التوزيع لفائدة المواطنين المعنيين بالإسكان.